عرفني بنفسك. محمد مصطفى، مدير مركز الشباب الزهري. استاذ محمد، مركز الشباب ده هو المركز الشباب الوحيد في القريه، تم تطويره طبعا من خلال مبادره حياه كريمه. ممكن حضرتك تكلمنا بشكل اكبر عن المركز؟ تمام. في البدايه بنحب نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب فكره مبادره حياه كريمه، ونشكر الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه انه وافق على ادراج مركز شباب الزهريه ضمن مبادره حياه كريمه، ونشكر العمده احمد الزهري اللي قدر ان هو يوفر مساحه، لان المساحه ديت مش كانت كلها ضمن مركز الشباب، هو زود لنا المساحه عشان يحصل كل التطوير الموجود قدام حضرتك. المكان هنا كان مركز الشباب كان عباره عن اوضتين حتى مش مسقوفين، ما كانش فيه اي امكانيات خالص، كان مجرد ارض ترابيه مفتوحه. ما شاء الله حياه كريمه عملت لنا سور يحافظ على المكان، عملت لنا ملعب منجل بشبك بإضاءة، عملت لنا مبنى مطور على أحدث طراز، حمامات، صالة جيم، في بلياردو، في تنس طاولة، في بساط لتدريب الألعاب القتالية، في مكان بعد كده هيبقى موجود فيه مكتبة، في مكان لوجود الأنشطة سواء حاسب آلي سواء برلمان، كل ده موجود. كان الأول ما فيش أي حاجة خالص، وزي ما حضرتك شايفة بسم الله ما شاء الله كل ده فرق مع الشباب، والناس مبسوطة جدا بالموضوع. بيجوا بقى كتير الأطفال والشباب؟ ما شاء الله، من أول اليوم، هو بس مجرد ما بخرجوا من المدارس بيكون كلهم هنا يوم الجمعة والسبت، بيكون موجودين من أول اليوم بيدنهم معانا، يعني هم مش عايزين يروحوا بالعافية، أكل وشرب بس. أكيد فرقت معهم نفسيا وبدنيا. طبعا فرقت معهم نفسيا وبدنيا، خاصة أني ما شاء الله مبادرة حياة كريمة، إحنا هنا شغالين نشاط كاراتيه هيبدأ إن شاء الله بداية، يعني احنا بدأنا بس بداية التنفيذ الفعلي يعني هيبقى من بداية شهر 2، ده مجانا طبعا، انا بقوم بالتدريب في الموضوع دوت 3 ساعات 3 ايام في الاسبوع، ده مجانا من حياة كريمة برضو هنا للنشء الصغير دوت. شكرا استاذ محمد. شكرا ليك. شكرا. حناء جميل، متطوعة في مؤسسة حياة كريمة. احكي لي بقى انت دورك ايه هنا في المركز؟ انا دوري كمتطوعة، اولا انا بشكر فخامة الرئيس السيسي على هذه المبادرة، وبشكر جميع مسؤولين مؤسسي حياة كريمة على مستوى محافظة الشرقية ومركز الحسينية. احنا هنا قبل دوري في التطوع دلوقتي، كان الأطفال مركز الشباب الأول ما كانش مركز شباب، كان مبنى مهمش، كان عبارة عن أوضتين ومكان عشوائي، كان الأطفال بيلعبوا في الشوارع، كان ما فيش. دلوقتي المكان اتغير، في صالة جيم جوه، في بلياردو، وعرفنا كمان ان المرأة ليها نشاطات هنا في صالة الجيم، صح؟ بتحافظ على صحتها، بتحافظ على اولادها، تشترك لهم هنا ويلعبوا، كل واحد ليه مجال في كرة قدم او بلياردو او تنس او جيم. ده طبعا حاجة تطور وحاجة مختلفة على المرأة هنا في الريف، صح؟ طبعا كان الأول ما فيش أي حاجة من الكلام ده، دلوقتي المرأة ممكن تخش الجيم، كان الأول يعني إزاي تخش جيم كان عيب بالنسبة للمرأة الريفية، دلوقتي لا، المرأة الريفية دلوقتي عادي خالص زي أي ست مصرية. الحاج رزق الدواري من أهل قرية الزهرية. حضرتك شايف المبادرة أثرت إزاي في المواطنين هنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، المبادرة عملت لنا حاجات كنا ما نحلمش بيها ولا بعد 100 سنة في كل المجالات. حياة كريمة نقلت القرية نقلة حضارية يعني ما كناش نحلم بيها ولا بعد 100 سنة نشوف اللي تم في قرية الزهرية. أكتر القطاعات اللي شايف إن هي فعلا تغيرت؟ أكبر قطاع مركز شباب الزهرية كان عبارة عن أوضتين بقالهم أكتر من 40 سنة ما فهمش اي نشاط ولا اي حاجه ولا كان لهم لي، ومركز الشباب مسجل لدى الحكومه وما كانش له صنف اللازم. النهارده في دنيا تانية خالص، حاجه طفره غير عاديه في حياه كريمه. يعني برضو بدي اوجه الشكر لفخامه رئيس الجمهوريه على اللي تم في حياه كريمه في قريه الزهرية. يعني احنا ما يعني كل المجالات اللي في مركز الشباب على اعلى مستوى، وحده صحيه على اعلى مستوى، مجمع خدمات على أعلى مستوى، مجمع زراعي، وحدة محطة صرف ما يعني كبيرة جدا جدا، الطرق برضو الترع، الطرق إن شاء الله حاجانا طفرة. إحنا كنا قرية بعيدة عن الخدمات نهائيا، ما كانش حدنا خدمات. إحنا النهاردة بتهالي يعني من وجهة نظري
هيبقى زي المدينه ان شاء الله باذن الله تعالى في اللي جاي ان شاء الله. اكيد واحنا شايفين يعني من دلوقتي ان شاء الله. شكرا، بشكرك. ربنا يعزك، ربنا يخليك.